تستمر القوات الأمنية وبمشاركة القطاعات العسكرية في حملة فرض القانون في قضاء الشطرة شمال ذي القار، وذلك بعد النزاع العشائري الذي شهده القضاء مؤخرا. عدم حركة الدراجات غير الأصولية والعجلات المضللة والدلالات على الأرقام. عمليات سومر وفي مؤتمر لها أكدت أن عملياتها مستمرة لحين الوصول إلى الجنات، حيث تم اعتقال العديد من المتهمين مع مصادرة أنواع الأسلحة في مناطق النزاع. ما حدث بحادث الشهيد علي الحلفي لن تمر بسلام إن شاء الله. نحن نبحث الآن عن كل جنات تم إلقاء القبض على أغلب الموجودين والمنقوبين منهم بفضل انتشار القوات الأمنية وتعاون أيضا المواطنين في قضاء الشطرة مع القوات الأمنية. حقيقة ساعد كثير بإلقاء القبض والاستيلاء على كل الأسلحة الموجودة لديهم وخاصة في منطقة الحادث، ونحن جادين إن شاء الله بأخذ الثأر وتقديم الجنات إلى العدالة. فيما طالب أهالي الشطرة بفرض القانون ووضع حد لمثل هذه الممارسات لكونهم يعيشون أوضاعا مخيفة نتيجة انتشار الأسلحة في الشوارع وعدم وجود الاستقرار في منطقتهم، مشددين على دعم القوات الأمنية من خلال إحكام سيطرتها على القضاء وإنهاء الفوضى بعد عدة أشهر من انتشار النزاعات. طبعا مدينة الشطرة شهدت أوضاع أمنية متردية جدا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب النزاعات العشائرية داخل هذه المدينة، أسرقت العديد من الأرواح. لابد أن تكون هناك إجراءات أمنية صارمة في الحد من هذه الظاهرة والحد من السلاح المنفلت داخل المدن. يعني احنا نطالب من الحكومة المركزية بأن وزير الداخلية يكون يجي لهنا نفس الشطرة يشرف على قضاء الشطرة. يعني ما جاي نقدر نطلع احنا هسه ابناء الشطرة، يعني شوف بها حضرة جوال، يعني الناس ظلت تخاف، يعني إرهاب من نوع ثاني. بعد نزاعات عشائرية طويلة في قضاء الشطرة، القوات الأمنية تفرض سيطرتها اليوم على القضاء بشكل كامل لإنهاء المظاهر المسلحة. لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، ذي قار.